وقت رجعت على اللاذقية كنت عم بتكسر هيك بهالحواري القديمة، شفت حارة قديمة قديمة كتير مع ألوان كتير حلوين، قلت إيه لا لازم أرسمها لهي. رحت على البيت تاني يوم أخذت الرسم معي والألوان ورسمتها لهالحارة القديمة، كتير عجبتني قلت لازم أعمل غيره. دليت شي 20 سنة عم بشتغل بالطريق بهالحواري القديمة. وقت يكون غابر على قلبي، وقت يكون هيك بنسي كل شيء وقت برسم. شفت كيف الهموم هالايام الصعبين يعني كم قودي عم نعيشهم، يعني بنسي كل شيء وقت برسم.